السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا هيدي الفورد فوكوس الكيلومتراج تبعه مبين على التابلو 101، ورحت السيارة على المعاينة طلع معهم الكيلومتراج غير، لذلك أنا هلا حشوف الكمبيوتر قديه بيعطيني الكيلومتراج. بدنا نحاول نرجعه على الصفر لأنه ما عم يمشي الحال معهم بالمعاينة. إن شاء الله خير. فت أنا على السيارة بس بدي فوت على اللايف داتا. مثل ما حكينا هاي الكيلومتراج، ما بعرف شو هو الصح، إذا هذا الصح ولا الكمبيوتر صح. تمام. هلا اذا بتنزل انت هيك شوي وشوي الا ويبين معك هوني ماشيه 322,000 السياره، هذا بالكمبيوتر جوا اديت سي 17 بعتقد، وهون مبين غير. هذا الزلمة بيقول انه هذا هو الصح، الله اعلم، من يعرف، يمكن مغيرين الكمبيوتر هن. على كل الاحوال انا حشيله للكمبيوتر، بيجي هون جوا مخبى، حشيله واقراه لانه بدي الابرم. بالكاس فيك تقراه بس المشكلة ما بيقرا لك الابرم. خير ان شاء الله. هنا شايفين هون هذا هو الكمبيوتر مزعج، يلا حشيله انا ونشوف شو حنعمل ان شاء الله خير. بدنا شايفين هذا هو. اذا حدا سالني ليش ما قريته بالكاس او بها ديركت مباشر، فيك تقرا بس انا بدي الابرم، هذا بيقرا كومبليت، انا بدي بس الابرم. منا مشكله طلعنا، بس هالمره بدي اجرب اقرا بهيدا اشوف شو حيصير معنا. فيك تقرا بهذا بس انا حجرب اقراه بهيدا ان شاء الله خير. تمام. انا هلا وصلت كل شيء هوني، هنرجع نضبط كل شيء من جديد. هذا بتاخذ الفورد سيمي، هذا الايديت سي 17. كيف عرفنا؟ مثل ما حكينا كالعادي هون بنحط الرقم تبع هذا الكمبيوتر اللي هو هون، لانه منه مكتوب شيء اديت سي شو هو. اوكي بيطلع معنا انه هو اديت سي 17 سي 10، معلومات عن السياره. اوكي نكفي العمليه، دبل كليك. الويرنج دياجرام هين كتير، في عنا هون مختص بس بالفورد، هذه فورد، وبركب هي كمان على البيجو والدي اس والفيات والسيتروين نفس الشيء، بس بيختلف ساعتها عنا هون البلوس والمينوس. اوكي نحن هلا هذا الخريطه هيدي البين اوت انا مركبهم 100% هون. تمام. وهي هي المكنه بهيدي، فيك تقراها كنز نورمال يعني نفس الشيء. تمام. اول شيء خلينا نتعرف عليه. تمام. دخل بدنا نحن هون بعلم العمليه هيدي بس نقرا الدي فلاش. تمام. يعني ريد دي فلاش. ما شاء الله سريع. فوكوس انا حطيت هوني وحده، حفظهم. اوكي هلا هوني قرينا الدي فلاش. هالفوكوس هالمعلومات، بقلب هالمعلومات هوني في كيلومتراج
مخبى مثل ما شايفين هون. هيك لازم يكون الكيلومتراج ومبين معنا بالكمبيوتر هذا. تمام. هلا اذا بنلاحظ اذا بندور هيدا هون وبنكتب الديتسيمال اللي هو مثلا 101 700، هذا الديتسيمال. هلا اذا بنحطه على الهكس بيعطيني هون كود، الكود هذا ناقص صفر هون، بس الصفر ما ببين، اصبح عندنا 01 8D 44. اوكي، بنبرم عليه هون بنلاقيه هون موجود بس بالمقلوب 01 8D 44، يعني جسويبت بيسموه. وهون الشكسون، هذا هون نفس الشيء، هون شكسون ما لنا علاقة فيهم. هلا هون فهمنا الموضوع. هلا اذا بدك تكمش الكيلومتراج الاصلي انت، اذا بيجي وبرجع لهون بكتب الديتسيمال اللي هو هذا 3 2 2 2 3 1. تمام، هكسا بيعطيني هون كود، حتى الصفر هون منه مبين كود قريب كتير. اذا بنيجي على الخط هذا 0 4، هذا هو اللي هو 0 4، الصفر ما ببين هون، بتلاقي ال A5 هون قريب على ال A، يعني بعد ال A بيجي B C D E F، بس للF. اوكي، بس بنرجع انا ريه لورا A 9 8 لحديد الخمسة، ونفس الشيء هوني. أصبح أنا هلأ بدي أعمل طريقة أكتب الكود هذا بس بالمقلوب 0 4، شفنا الأربعة الصفر ما بيبين راح، 0 4 A إحنا بالهيكسا ها A 5 4 B، هذا الكود اللي هون بس بالمقلوب جسويبت، يعني مثل المراية. بيجي على الديتسيمال بتلاقي الكيلومتراج هوني أعطوني 320 843، أصبح في فرق بسيط جدا. أوكي، بس هيك حبيت نوع على الموضوع. إن شاء الله خير. هلأ أنا خلصته لهذا وبدي أكتبه على الكمبيوتر هوني إن شاء الله خير. تمام، انا هلا هذا عملته وخلصته مشي الحال، بدي اكتبه بس هلا اديك ساعات قرانا قراءه. هلا بنكتبه كتيبه. اوكي، هذا اللي بدي اياه انا. اوكي، كتبه. اوكي، مش الحال. هلا بدي اجمعه ونشوف اذا اعطوني الكيلومتراج اللي انا بدي اياه ولا لا. كتبت انا هلا، فوت على السيارة مثل ما حكينا هذا هون، نشوف اللايف داتا. مش الحال، الحمد لله كله تمام. أرجو أن ينال الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.